السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد لوعو من فريق IIPD المعهد العالمي للتنمية النفسية الاجتماعية مركز أرسال. يقوم الفريق بالعمل على ثلاثة برامج: برنامج أنا أستطيع، برنامج تعزيز صحة المرأة والأمومة، برنامج التكيف الإيجابي للمؤنفين. يتألف برنامج أنا أستطيع من برنامج تنمية الإدارة الذاتية وبرنامج علاج الخوف، ويتألف برنامج التكيف الإيجابي للمؤنفين من برنامج الجرحى وبرنامج المعتقلين، حيث يقوم الفريق بأخذ الاحتياجات الخاصة من خلال المسح الميداني الذي يقوم به أسبوعيا، وكان عدد الأفراد 9378 منذ بداية سنة 2015 حتى الآن. وأنا أعمل في برنامج التكيف الإيجابي للمؤنفين، والبرنامج يتمثل في تقديم الدعم والعلاج النفسي للجرحى والمعتقلين. وبما أن الصحة النفسية والصحة الجسدية وجهان لعملة واحدة ولا يمكن لأحدهما أن تكتمل بدون اكتمال الأخرى، وانطلاقا من رؤية المركز العالمي للتنمية النفسية الاجتماعية مجتمع آمن باستقرار الفرد والأسرة، تم البدء بتطبيق برنامج الجرحى في شهر نيسان من عام 2015، حيث يتألف البرنامج من 10 جلسات تتضمن مجموعة من الأنشطة التي تساعد على تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج. ومدة البرنامج شهر ونصف بمعدل جلستان أسبوعيا، حيث طبق برنامج الجرحى على 6 مجموعات، وكان عدد المستفيدين 31 مستفيدا. ويتم حاليا تطبيق البرنامج على 4 مجموعات وعدد المستفيدين منهم 18 مستفيد، فيكون عدد المستفيدين الكلي لبرنامج الجرحى 49 مستفيد. وبعد تطبيق البرنامج كان هناك فروق ذات دلالات إيجابية بين متوسط استجابات المستفيدين على اختبار 90 سؤال قبل تطبيق البرنامج وبين استجاباتهم على الاختبار بعد تطبيق البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمجد من فريق IIPD المعهد العالمي للتنمية النفسية الاجتماعية. أعمل مع السيد محمد على برنامج التكيف الإيجابي للمعنفين. بالنسبة لبرنامج المعتقلين، يتألف البرنامج من 9 جلسات يتضمن مجموعة من الأنشطة التي تساعد على تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج، ومدة البرنامج شهر ونصف بمعدل جلستان أسبوعيا. بدأ العمل على البرنامج دعم المعتقلين في شهر نيسان عام 2015، حيث تم إنهاء تطبيق البرنامج على 4 مجموعات كان عدد المستفيدين 25، ويجري حاليا تطبيق البرنامج على مجموعتين جديدتين عدد المستفيدين منها 10، فيكون عدد المستفيدين كله 35 مستفيد من البرنامج، بالإضافة إلى كتابة التقارير الشهرية والأسبوعية. السلام عليكم، أنا أنعم من فريق IIPD مركز عرسال. أعمل كمشرفة لفريق الأطفال. تبين من خلال الزيارات الميدانية ونتيجة للمسح الميداني في منطقة عرسال أن غالبية الأطفال في عرسال قد تعرضوا لظروف الحرب والعنف قبل النزوح، وظروف الحرمان والمشاكل الأسرية بعد النزوح، مما ولد لديهم مخاوف متعددة وشعور بالقلق والتوتر وظهور مشكلات نفسية وسلوكية. لذلك تم العمل على برنامج أنا أستطيع، ويشمل تنمية الإدارة الذاتية. تم البدء بتطبيق البرنامج في شهر آذار، حيث تم إنهاء التطبيق مع 18 مجموعة، وكانت الفئات المستهدفة من الأطفال من عمر 5 سنوات إلى عمر 12 سنة، فكان عدد المستفيدين من الأطفال 184 طفلاً. وتم إنهاء العمل مع آخر مجموعتين بتاريخ 9 أيلول، ويجري العمل حالياً مع 4 مجموعات جديدة. عدد المستفيدين من الأطفال 41 طفلاً، فيكون عدد المستفيدين الكلي من البرنامج 225 طفلاً. السلام عليكم، أنا أمنة من فريق الأطفال. أما بالنسبة لعلاج الخوف فقد تم البدء بتطبيقه بتاريخ 20 نيسان 2015 على 6 مجموعات. عدد المستفيدين من الأطفال 74 طفلاً، ويجري حالياً متابعة تطبيق البرنامج مع مجموعتين جديدتين.
عدد المستفيدين من الأطفال 26 طفلاً، فيكون عدد الأطفال المستفيدين من البرنامج 100 طفل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. IIPD مركز عرسال. اسمي فاطمة، أعمل مع فريق الأمهات. انطلاقاً من رؤية المركز مجتمع آمن لاستقرار الفرد والأسرة ورسالته في تأكيد وتحقيق قيمة الإنسان الفردية ودورها في بناء الذات والأسرة، فإننا كقسم أمهات نعمل ببرنامج أنا أستطيع. نقوم بالتعامل مع أمهات الأطفال الذين لدى أطفالهن مشاكل تبول لا إرادي وخوف، حيث تم إنهاء تطبيق برنامج تنمية الإدارة الذاتية مع 18 مجموعة، ويجري العمل حالياً مع 4 مجموعات جديدة. سيكون عدد المستفيدات من البرنامج 177 أمة. أما برنامج علاج الخوف فعدد المستفيدات من الأمهات 62 أمة، وذلك بإعطاء الأمهات بعض المهارات والإرشادات التي تساهم في إنجاح البرنامج. والبرنامج عبارة عن 6 جلسات بمعدل جلسة لكل مجموعة أسبوعياً، مع وجود جلسة متابعة تابعة بعد فترة من إنهاء البرنامج. كما أننا قمنا بتطبيق برنامج تعزيز صحة المرأة والأمومة، فقد تم البدء بتاريخ 21 من شهر أيار عام 2015 العمل بهذا البرنامج، وقد تم إنهاء تطبيق البرنامج مع 6 مجموعات، كان عدد المستفيدات 71 سيدة، ولا يزال العمل لتطبيق البرنامج قائما مع مجموعتين جديدتين عدد المستفيدات منه 20 سيدة، ويكون بذلك عدد المستفيدات لكل 91 سيدة. والعمل مع كل مجموعة عبارة عن جلسة بالأسبوع لمدة ساعتين، عدد الجلسات لكل مجموعة 5 جلسات، ونكون بذلك قد أنهينا 30 جلسة مع 6 مجموعات و4 جلسات مع مجموعتين جديدتين. طبعا جلسات هذا البرنامج نقوم بها ضمن المخيمات، وكانت النتائج رائعة، تجلت في تعزيز ثقة الأم بذاتها وقدرة الأم على التكيف مع الضغوط، وتواصل الأم الإيجابي والصحيح مع الطفل، وعدم استخدام العنف الجسدي أو النفسي مع الطفل، كما أن تمرين التهدئة القلبي صار مهارة ممتازة عند الأمهات لما وجدوا فيه من إفادة في إزالة التوتر والراحة. We'll be right back.